السلام عليكم، اهلا بكم في نفهم نتعلم ببساطة. النهاردة انا درس جديد بعنوان من طرائف الادب، وطبعا هنقسم الدرس الى عدة اقسام. اولا حكمة اب، ثانيا نوادر جحا، ثالثا اوصيك خيرا، رابعا مفردات الدرس، خامسا اسئلة واجوبة على الدرس، سادسا تدريبات على الدرس. اولا حكمة اب، الحكيم وابنته في بيتهما الجميل. في قديم الزمان عاش رجل حكيم وابنته الوحيدة في بيت جميل شاهق، تزوره الشمس كل يوم، وتحيط به حديقة غناء مليئة بالنباتات والورود الجميلة. وكانت البنت الصغيرة تلعب في الحديقة وتركض في أطراف المنزل وتدخل الغرف كلها باستثناء غرفة واحدة لم تدخلها لأنها كانت مغلقة دائما. توسل الفتاة لدخول الغرفة. وفي ذات يوم توسلت الفتاة إلى أبيها قائلة: دعني يا والدي أدخل هذه الغرفة المغلقة، فهي أجمل غرف بيتنا على ما أعتقد. أجاب الأب الحكيم: أجل يا بنيتي، فإن فيها أجمل الأشياء ولذلك أغلقتها، وحين تكبرين يا بنيتي سأسمح لك بدخولها، وحينئذ سترين ما فيها، لأنك الآن صغيرة لا تدركين معنى ما في هذه الغرفة. دهشت الفتاة لما رأته في الغرفة. وكبرت الفتاة وترعرعت، فأعطاها والدها المفتاح الذهبي للغرفة المغلقة، فهرعت وفتحت بابها فشاهدت فيها خيوطا ومغزلا وكتابا. ذهبت الفتاة إلى والدها الحكيم وقد طهر الدم من عينيها، قالت له: وعدتني يا أبي أن تريني في هذه الغرفة أجمل الأشياء، ولكنني لم أجد فيها سوى خيوط ومغزل وكتاب. العلم والعمل أجمل الأشياء. فأجاب والدها الحكيم: أجل يا بنيتي، هذه أجمل الأشياء، فالخيوط والمغزل يرمزان إلى العمل، والكتاب هو العلم، والعمل والعلم يا عزيزتي هما أجمل الأمور في هذه الحياة التي نعيشها، عنهما ينتج كل خير للفرد والمجتمع كله. ثانيا نوادر جحا، السائل يطلب نزول جحا. كان جحا في الغرفة العليا من منزله حين طرق بابه، فأطل من النافذة ليرى رجلا يدعوه إلى النزول ليكلمه في أمر. وعندما نزل قال له الرجل: أنا فقير الحال، أريد حسنة يا سيدي. جحا ينتقم من السائل، فاغتاظ جحا ولكنه كتم غيظه وقال له: اتبعني، وصعد والرجل يتبعه. ولما وصل إلى الطابق العلوي التفت إلى السائل وقال له: الله يعطيك. ثالثا أوصيك خيرا، تلاطف الحجاج مع الأعرابي. حضر أعرابي مائدة أعدها الحجاج في يوم عيد، فلما أخذ الناس في الأكل أراد الحجاج أن يتلاطف مع ذلك الأعرابي، فوقف وقال: من أكل من هذا شيئا ضربت عنقه. رد فعل عجيب من الأعرابي، فامتنع الناس كلهم وعرضتهم الدهشة إلا الأعرابي، فإنه أخذ ينظر إلى الحجاج مرة وإلى الحلوى مرة، ثم قال: يا أمير أوصيك بأولادي خيرا، وشرع يأكل سريعا، فضحك الحجاج حتى استلقى وأمر له بصلة. مفردات الدرس: قديم عتيق وعكساه حديث وجديد، الزمان الوقت وجمعها أزمنة وأزمن، حكيم صاحب رأي وعلم وحكمة وجمعها حكماء، شاهق عال وجمعها شواهق، تحيط به تلفه، غناء كثيفة الأشجار، تركض تجري بسرعة، توسلت استعطفت، دعني أتركني، تدركين تفهمين، ترعرعت شبت ونمت، مغزل آلة الغزل للقطن والصوف، طفر اندفع الدمع، يرمزان يشيران، الغرفة الحجرة. أسئلة وأجوبة على الدرس: متى وأين كان يعيش الحكيم وابنته؟ في قديم الزمان عاش رجل حكيم وابنته الوحيدة في بيت جميل شاهق. من الذي كان يزور البيت كل يوم؟
تزوره الشمس كل يوم؟ ما شكل المنزل الذي كان يعيشان فيه؟ بيت جميل شاهق تزوره الشمس كل يوم وتحيط به حديقة غناء مليئة بالنباتات والورود الجميلة. كيف كان يوم الفتاة الصغيرة؟ كانت البنت الصغيرة تلعب في الحديقة وتركض في أطراف المنزل وتدخل الغرف كلها باستثناء غرفة واحدة لم تدخلها لأنها كانت مغلقة دائما. لماذا دخلت الفتاة الغرف كلها إلا واحدة؟ لأنها كانت مغلقة دائما. ماذا فعلت الفتاة لكي تدخل الغرفة وبما عللت ذلك؟ توسلت الفتاة إلى أبيها قائلة: دعني يا والدي أدخل هذه الغرفة المغلقة، وعللت ذلك بأنها أجمل غرف بيتنا على ما تعتقد. ما تعليق الحكيم على اعتقاد البنت؟ وهل سمح لها بالدخول ولماذا؟ أو متى سيسمح لها بدخول الحجرة المغلقة ولماذا؟ أجاب الأب الحكيم: أجل يا بنيتي، فإن فيها أجمل الأشياء ولذلك أغلقتها، وحين تكبرين يا بنيتي سأسمح لك بدخولها، وحينئذ سترين ما فيها، لأنك الآن صغيرة لا تدركين معنى ما في هذه الغرفة. لماذا تم وصف المفتاح بالذهبي؟ لأنه مفتاح أجمل غرفة في المنزل، وبها أجمل وأثمن الأشياء، ولأهمية ما بداخل الغرفة. متى منح الحكيم المفتاح لابنته؟ عندما كبرت الفتاة وترعرعت، فأعطاها والدها المفتاح الذهبي للغرفة المغلقة. تدريبات على الدرس. في قديم الزمان عاش رجل حكيم وابنته الوحيدة في بيت جميل شاهق تزوره الشمس كل يوم وتحيط به حديقة غناء مليئة بالنباتات والورود الجميلة. ما هو جمع حكيم؟ حكام ولا حكماء ولا حك؟ وما هو مرادف غناء؟ كثيرة النباتات ولا الورود ولا الأشجار؟ وما هو مضاد شاهق؟ عال ولا مرتفع ولا منخفض؟ أين كان يعيش الحكيم وابنته؟ ما الذي كان يحيط بالمنزل؟ هذا البيت مثال للبيت الصحي، وضح ذلك. كانت البنت الصغيرة تلعب في الحديقة وتركض في أطراف المنزل وتدخل الغرف كلها باستثناء غرفة واحدة لم تدخلها لأنها كانت مغلقة دائما. هات جمع الصغيرة ومرادف تركض ومفرد أطراف في جمل من تعبيرك. كانت حياة الطفلة سعيدة في كنف والدها، اشرح ذلك. لماذا لم تدخل الفتاة الغرفة المغلقة؟ وفي ذات يوم توسلت الفتاة إلى أبيها قائلة: دعني يا والدي أدخل هذه الغرفة المغلقة، فهي أجمل غرف بيتنا على ما أعتقد. هات مرادف توسلت وجمع الفتاة ومقابل دعني في جمل من إنشائك. ولماذا توسلت الفتاة لأبيها ولماذا؟ وبما أجاب عليها والدها وبما برر لها ذلك؟ أجاب الأب الحكيم: أجل يا بنيتي، فإن فيها أجمل الأشياء ولذلك أغلقتها، وحين تكبرين يا بنيتي سأسمح لك بدخولها، وحينئذ سترين ما فيها، لأنك الآن صغيرة لا تدركين معنى ما في هذه الغرفة. هات من العبارة مضاد سأله وجمع شيء ومعنى سأأذن لك. أجل حرف للجواب بنعم والتصديق عليه، فما كان هذا الكلام الذي أجاب عنه الحكيم؟ ولما صدق الأب على كلام ابنته؟ وماذا يمكنك أن تتعلم من هذا الموقف؟ ولماذا لم يسمح الحكيم لابنته بدخول الغرفة؟